كما تشاهدون الإدارة الفوضوية أو التراسلية أو السائبة هي نمط من أنماط الإدارة. من ناحية التعريف أو أي شيء هي نمط من أنماط الإدارة. يتخلى القائد عن مسؤولياته، وقفوهم أنهم مسؤولون، هو يتخلى عن مسؤولياته لأعضاء النظام التربوي، لأعضاء النظام التربوي قد يضع بعض مسؤولياته لمعلم معين، فأنت تريد الإجازة من المدير يقول والله روح خذ من فلان أستاذ خليه يكتب لك إجازة. أي يتعامل مع النظام التربوي للأعضاء القريبين من القائد، ويترك الحبل على الغالب لكل فرد يتصرف حسب ما تميل عليه أهواؤه. أي يقول أنت وضميرك، إيش ما تعمل أعمل، أنت وضميرك. أي بمعنى ليس هنالك القيود القانونية، الصرامة القانونية التي يحدد عمل كل شخص، وكذلك يجب أن يتطبق القانون وفق الأنظمة الموجودة. وهكذا تختفي المسؤولية، أي كل شخص في المدرسة يعمل على أهوائه، ليس هنالك قانون، أي هنالك اضطراب كبير جدا في المدرسة. وأيضا وهذا النمط دائما تكون النتائج الطلبة تكون فيها قليلة، نادرة جدا، لأنها تكون ترسلية سائبة فوضوية، ليس هنالك اتفاق وليس هنالك مسؤوليات محددة وقدرات في تكوين هذه النوع من أنواع الإدارة. تعريف الإدارة الفوضوية، إما نستطيع أن نقول هي نمط من أنماط الإدارة، أم هي أسلوب إداري يوصف المدرسة أو مديرها، يوصف المدرسة أو مديرها بأن المدرسة أو قائدها أو المشرف عليها يكون في العادة غير مكترث أو ملتزم بواجباته الإدارية أو القيادية أو الإشرافية. غير ملتزم، ليس هنالك واجبات حسب رأيه، ولا قيادية ولا إشرافية، غير ملتزم ولا مكترث لأي شيء، ويكون عادة في الواقع مهملا في القيام بها، مهمل لا يطبق، مهمل قد يكون يضع الأوامر الإدارية أحد المدرسين يكتب للمدير، ولا يؤدي إلا دورا شكليا في المدرسة، أي شيخ منصب أو مدير منصب فقط، هو مدير يعني حسب الاسم فقط، شكليا هو مدير داخل المدرسة مدير، لكن أي مدير؟ مدير مهمل غير مكترث غير ملتزم بواجباته الإدارية أو القيادية أو الإشرافية على المعلمين على الطلبة على المصادر التي يتم الحصول عليها من المدرسة. وعليه تكون المدرسة في حالة فوضى عارمة، أي المدرسة ليس هنالك نظام وليس هنالك قانون يحدد العمل المدير أو يحدد عمل المدرسين أو الالتزامات وواجبات الذي يلتزم به على الطلبة، ليس هنالك شيء. فقدان النظام، لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهلها فارتقبوا الساعة. الشخص الغير المناسب في مكان غير مناسب تؤدي إلى فوضى، إلى فقدان النظام، عدم وجود نظام، عدم وجود أي شيء في المدرسة يعمل على رصانتها أو يؤدي العمل الواجب التي يتحكم على الكل القيام بها. ليس هنالك أي نوع من أنواع النظام، فقد نتيجة. وقد يكون هذه النوع من أنواع المدراء يكون ضعف الشخصية مما يتسلسل أحد الأعضاء أو معاونيه على المدير، فيكون المدرسة كله بيد معلم الفلاني أو معاون الفلاني أو معرف،
نتيجة عدم وجود عنصرين للمدير، أولا القوة الشخصية، ثانيا القوة والكفاءة العلمية. لعدم وجود العنصرين الكفاءة العلمية وقوة الشخصية على إدارة ونظام في المدرسة يؤدي إلى فقدان النظام، فضلا على أنه يمكن المعلم أن يوصف بالفوضوي. لماذا؟ لأن الشخصية تكون ضعيفة والقدرات العلمية تكون ضعيفة لدى المعلم، مما يؤدي إلى ظهور هذه النوع الفوضى في صفه وفقدان النظام. من أهم المواصفات الذي يتصف به المدير الفوضوي، قد يأتي سؤال: ما هي صفات المدير الفوضوي؟ ما هي صفات المدير الفوضوي؟ لدي في المدرسة مدير فوضوي ومعلم فوضوي أو معلم سائب أو مدير سائب. أولا يتخذ قراراته اعتباطيا، أي أن القرارات مزاجية بدون أي تخطيط أو أي هدف أو أي بينة على أي أساس تم اتخاذ هذه النوع من القرار. ليس هنالك جانب علمي ولا التخطيط ولا هدف معين، يكون مزاجيا اعتباطيا. أو قد أحد المعلمين أشار إلى المدير بأن يتخذ هذه النوع من أنواع القرار وأقنعه بذلك نتيجة لضعف شخصيته وكفاءته العلمية دون أي تخطيط، أو يقوم بنقل أي معلم من مدرسة إلى مدرسة أخرى أو مدرس من مدرسة إلى مدرسة أخرى، خاصة إذا كان المدرس لديه كفاءة فيجدون أنه تهديد، أو أن ضعف الشخصية لدى المدير قد يستحوذ عليه بعض المعلمين والمدرسين فيكون بيدهم، فهم يتخذون القرارات، وأن أي معلم لا يتعامل حسب مزاجهم أو أي شيء يتم نقله. ثانيا يمارس الآخرون صلاحياته دون وعي أو مشورة منه، أو قد يتجرأ الأمر نتيجة الضعف الشخصي أن الآخرون يستخدمون صلاحياته في المدرسة. هو مكلف يستخدم صلاحيات المدير حتى لو درى أو لم يدري في الموقف، درى أو لم يدري في الموقف فهم يستخدمون، حتى قد لا يأخذون مشوراته، هم يصدرون القرار. ثالثا هو لا ينطلق من فلسفة تربوية. الفلسفة التربوية هي عبارة عن قوانين، والوزارة الذي وضعت القوانين على جميع المدارس تطبيقه وقوانينه والتزاماته لا ينطلق من فلسفة تربوية أو وعي فكري في قيادته للمؤسسة التربوية التي عهدت إليه أمانتها. فالمدرسة عبارة عن أمانة، فعلى المدرس أو المدير أن يلتزم بأمانته، أدوا الأمانة التي اؤتمنت عليها، أو وعي فكري أو قيادة لديه في إدارة المؤسسة. ليس هنالك أي شيء، فهو استخدمنا في الكلمة الأولى اعتبية، ليس من هناك لا فلسفة لا تخطيط ولا قيادة للمؤسسة، بل أن هنالك أشخاص آخرون يقومون بالاستولاء على صلاحياتي. أربعة بالمزاجية والفوضوية عند اتخاذ القرارات نتيجة الضعف الموجود في الكفاءة العلمية والشخصية. لذلك مزاج يريد أن يرضي فلان، يريد أن يرضي فلان، فوضى في المدرسة، فوضى، فالقرار لا يمكن إلا باتفاق مع الأشخاص الذين معه في اتخاذ القرارات. خمسة
كان آخر كتاب علمي قد اطلع عليه قد يكون عندما كان في الجامعة أو كلية، أي عندما كان طالبا كان يدرس، لأنه كان مجبور يدرس، لأنه إذا لم يدرس قد يرسب، قد يرسب. فلذلك فهو لا يطلع لا على البحث ولا على أي شيء في مجال علمه عمله، لا يطلع أي شيء، لا على القرارات الإدارية، لا على الأوامر الصادرة من الوزارة، فهو دائما تكون لديه فقط يهتم بالأشخاص الآخرين، فلان موجود في الإدارة سوف يتعامل مع الموقف. هذا نوع من أنواع المدير الفوضوي. 6، يؤمن بالوساطة والمحزوبية. دائما يشتغل عنده الواسطة والمحسوبية، وعدد من الأشخاص الذين ولائهم للمدير في حل مشكلاته وتأكيد دوره، الأشخاص المقربين منه، فهم دائما لديه المحسوبية في التعامل مع المواقف. تخيل مدرسة يتصف مديره بهذه الصفات: مستوى الإنتاجية، تحقيق طموح الطلبة، رغبات الطلبة، توفير المستلزمات للطلبة. ليس هنالك أي شيء، فقط همه الأكبر أن يأتي إلى المدرسة وينتظر إلى أن ينتهي الدوام ويذهب إلى البيت. أما صفات المدرس الفوضوي، المدرس الفوضوي داخل الصف لا يحب فرض أي قواعد على الطلاب، ما يضع أي قاعدة على الطالب، ليس هنالك قيود ولا هنالك قواعد ولا هنالك أي نظام داخل الصف، ولا يؤمن بالتحضير قبل الدرس، ماكو هنالك التحضير، ولا يشجع الطالب على التحضير، هو متكلف بالمادة. حتى في الظروف الاعتيادية هو مكلف بالمادة. ثانيا، يستخدم نفس الوسائل طوال الوقت، ليس هنالك التجديد ولا هنالك إبداع ولا الطرائق التعليم الحديث. 3، لا يستطيع السيطرة على الصف الدراسي أو الفصل الدراسي، غير متمكن على ضبط صفية وغير متمكن على الطلاب، لأنه لديه ضعف في الشخصية والكفاءة العلمية، غير متمكن من مادته والشخصية تكون ضعيفة. 4، لا يهتم بإحضار الطلاب لكتبهم أو لا، إذا أتوا بالكتب أو لم يأتوا بالكتب لا يهم. هذا صفات المدرس الذي لديه عدم القدرة على ضبط الصف. 5، ليس هنالك أي تنمية لأي دافعية، سواء كان دافعية نحو المادة التعليمية، الدافعية نحو الاستطلاع، المادة الدراسية، الدافعية نحو تحقيق الذات، الدافعية نحو إشباع الذات، أو دافعية نحو التحصيل الدراسي، دائما تكون منخفضة. التحصيل الدراسي تكون منخفضة نتيجة عدم وجود دافعية، وليس هنالك أي قواعد، وعدم استخدام الوسائل المتنوعة، وعدم مراعاة الفروق الفردية، وعدم مراعاة الحالة المزاجية والانفعالية للطالب في الصف. مقصر في التوجيه والإرشاد النفسي، فهو لا يستخدم
لا لإرشاد ولا توجيه ولا يستخدم الدعم ولا الإعلام ولا أي شيء داخل الصف من أجل رفع بمستويات التعليم نحو الأفضلية أو بمستوى يحقق ذات الطلب. لا يستخدم التوجيه سواء كان توجيه مباشر غير مباشر أبد، ولا لإرشاد الفردي ولا لإرشاد الجماعي ولا الأساليب النشاطات الصفية ولا غير الصفية، ولا يستخدم أبدا أي وسائل التقويم الاختباري والتقويم اللا اختباري كالملاحظة والمقابلة والاستبيان والسجل السيرة الذاتي في عملية القياس. 7، يترك الطلاب لأهوائهم وميولهم، كما أشرنا أن المدير يترك المدرسين والمعلمين على أن يعملوا كل واحد حسب ميوله وأهوائه. أيضا المدرس المتميز بالفوضوي لعدم وجود الشخصية قوية وعدم وجود الكفاءة العلمية أيضا يترك الطلاب لأهوائهم وميولهم حسب اتجاهاتهم وقدراتهم. هم أحرار في الداخل الصف في أي توجه أي استخدام يعني. الصف بما أنه المدير فوضوي، مدير فوضوي سائبة، النظام في حالة فوضى عارمة في المدرسة، أيضا تسود الفوضى في نظام الصف لدى المعلم دائما في حالة مشاكل مستمر مع الطلبة، في حالة مشاكل مستمر مع المادة التعليمية، قد يحل المادة التعليمية بأسلوب خطأ أو قد يقوم بحل المادة التعليمية بغير أسلوب، فتكون هنالك دائما فوضى عارمة داخل صفه. أيضا أن المدير والمعلم الذي يتصف بهذه الأساليب تكون دائما نتائجه منخفضة جدا وخاصة في الامتحانات الوزارية، لأنه هو غير متمكن من المادة التعليمية، أو أن الطلاب يذهبون إلى الدورات من أجل إتقان المادة التعليمية، لأن المدرس داخل الصف ليس لديه القدرة على إعطاء المادة. فيبحثون عن المدرسين الخصوصيين من أجل أخذ المادة الدراسية. فلذلك دائما نشير إلى أن القيادة الفوضوية هي نمط من أنماط الإدارة التي يتخلى القائد عن مسؤولياته. يتخلى المدرس داخل الصف عبارة عن قائد، عبارة عن مدير يقود صفه، فلذا هو إذا تخلى عن طلابه فإن الطلاب سوف يبحثون، خاصة في الأسر الذين يبحثون عن المعدلات، فإنهم سوف يقومون ببحث إما بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى أو ببحث عن مدرسة الذي يساعد على تحقيق رغبات وإمكانيات طفلهم. قد يلتجؤون إلى مدرسين خصوصيين خاصة إذا كان الطالب في المراحل المنتهية المهمة، فضلا أن المراحل الأخرى أيضا تلعب دور في نموه وشخصيته وتكوين مادته العلمية وفتح قابلياته وقدراته، لأن نحن أشرنا في علم النفس النمو إلى نظرية جان بياجيت حينما قال إن مراحلي يتقدم عن طريق التدريب، فكلما كان هنالك التدريب كلما كان الانفتاح العقلي تكون أكثر قدرة. فهذا النمط يكون مهم جدا في الإدارة، فهي كما أشرنا التعريف مهم جدا للإدارة الفوضوية أو السائبة، وكذلك خصائص المدير وخصائص المعلم الذي يتصف. بالنسبة للسلبيات والإيجابيات الناتجة من هذا النوع من أنماط الإدارة، بالنسبة دائما الإيجابيات، ليس هنالك أي إيجابية في هذه النمط من أنماط الإدارة، ليس لها أي إيجابيات. لماذا؟ لأنه هو نصا يقول أن المدير أو المعلم غير مكترث أو غير ملتزم
بواجباته الإدارية أو القيادية أو الإشرافية، بما أنه غير ملتزم وتارك الناس لأهوائهم وميولهم، بمعنى أنه غير منتج، ليس له أي إيجابيات. السلطوية لديها إيجابيات لأنه تعتمد على نوع المجتمع والثقافة الذي يتعامل معه، قد يكون له رغم أن إيجابياته قليل ولكنه لديه أحسن من السائبة الترسلية. بالنسبة للسلبيات راح نأخذه من خصائص المدير ومن صفات المدرس. صفات المدرس تحدد السلبيات. كيف هي؟ أولاً، لا ينمي الدافعية لدى الطلبة، نتائج تكون دائماً منخفضة، يترك الطلاب لأهوائهم لعدم وجود أي قانون أي نظام، تسود الفوضى عارمة في المؤسسة، الوسائل غير قابلة لاستخدام وسائل تعليمية جديدة، غير مطلعين على الأساليب البحث العلمي الذي يستخدم في هذا المجال.